لقرن المحجلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، على دعوة كريمة من أبناء المرحوم علي بن أحمد بن راشد الفارسي، هذا الاسم الذي يعتبر أشهر من نار على علم، وإن غيبه الموت لم تغب مواقفه، وأبناؤه يقفون ويمشون على أثره وعلى خطواته. يتقدمنا في هذا المساء والدنا وسيدنا شيخ شملة قبائل السادة الخلاوية وتوابعها الشيخ عرار بن حمد أبو الراس، حاضراً في قدوم سميكم راشد بن قاسم بن أحمد بن حسين العارجي. جيناكم نجمل ونشارك ونبارك، سمينا راشد له غلا ومتعب أغلى، وأنتم يا بني فارس أغلى وأغلى. معانا معونة والمعين الله له جودة منا بل من قبائلنا جميعا. عندنا مبلغ 12,000 لسمينا راشد، وأيضا معونة 3,000 لسمينا متعب، وأيضا معانا هدايا متواضعة إن هي تكفي، فأنتم تستاهلون الوفاء، وإن قلت فيسم منها ما بيننا وبينكم من الأخوة والمحبة. قدموني جماعتي لأكفيهم في الكلام وفي الملام. أيضا قبل لا أنسى، عندنا أبيات من عضيدي الشاعر ناصر العارجي، ودنا تسمعونها ويجي الرد منكم. وسلامة الجميع. السلام عليكم ورحمة الله بالخير. سلام الله ومن بعد السلام وفايق التقدير، سلام يبهر المحفل ويوصل من تعنالة. لفينا من غلا والله يمسي جمعكم بالخير، مخوتنا على الدرب السوي والعز والطالة. لجل راشد لفا راشد وراشد ما يبي تنوير، مجمل هالولي خلقه ورضها قبل ترقالة. على ساقة عيال اللي فعوله فاقت التصوير، عقيد القوم يوم حية فعله يسبق أقواله. وجوا من بعده أولاده على نهجها وفعل الخير، ميادين الوفاة تشهد وكل ذاع بفعاله. أبوهم مات وعياله على دربه بلا تأخير، لفت كل القبيلة من غلاه وقد إلا عياله. سلام سلام. الله يحيي شيخنا ورجاله، وصفكم وافي ولا قدر مقاب، وعطايفكم وافي بكل احماله، ورمز العطاء في ذمتي هذا المقام، انشلنا نفتخر بوصاله، ويا مرحبا العداد من صلى وصام، وعداد همال الحياه وقاله، تفضل حياكم الله. تسلمون يتقدم. حاضرهم تشوفون وغايبهم تعذرونا، بيدنا عطا محبة وتقدير لأخواننا، إن جملنا عطانا فأنتم تستاهلون، وإن قل عطانا فأنتم خير من يعذرنا. وسلامة الجميع. سلامونا. الله يا مرحبا وسهلا، الله يحييكم. وعطاكم وافي، صفكم الوافي وانتم وافين.
حياكم الله.